الخبر الذي يتحدث عنه الجميع سواء في مصر أو في فرنسا من الوطن. الجالية المصرية بباريس تقدم أدلة براءة الحمحمي للقضاء. رئيس الجالية المصرية في فرنسا صالح فرهود قال للوطن إن هناك مذكرة بتشرح ملابسات ما أسماها براءة الحمحمي من اتهامه بالإرهاب، وقال إن زملائه أكدوا إنه شرطي طلب منه إنه يتوقف على أبواب المتحف لكنه كمل طريقه لأنه ما فهمش، هو كان بيكلمه باللغة الفرنسية وهو لا يجيد هذه اللغة، فالشرطي نهره ونشبت بينهما مشادة كلامية أطلق على إثرها الشرطي النار عليه 3 طلقات على الحمحمي، وده اللي أدى لإصابته في القدم والبطن. مصادر دبلوماسية قالت للوطن أن السفارة والقنصلية المصرية في باريس بتتابع الآن السلطات الفرنسية وتتابع سير التحقيقات في هذه الواقعة، والجانب الفرنسي بينتظر أن يتعافى الشاب تماما اللي حالته الصحية استقرت وفقا للصحافة الفرنسية كي يتم بدء استجوابه، وأيضا بيتم الآن تفريغ كاميرات المراقبة والاستعانة بالمعلومات اللي سيتم تقديمها من جانب مصر عن هوية وتحركات هذا الشاب خلال الفترة الأخيرة.